ما نصيحتهم للمسلمين بخصوص أزمة البنزين والمواصلات؟ الناس تتوب إلى الله تعالى، البنزين والمواصلات وغيرها، الرزق بيد الله تعالى، وفي السماء رزقكم وما توعدون. الناس إذا تابت إلى الله واتقت الله سبحانه وتعالى فرج الله عنهم، كما قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لكن الناس في صف البنزين مشغلين الغنى، والناس في صف البنزين مؤخرين الصلاة، والناس في صف البنزين بالشكل وبيسبوا في الدين ويخرجوا على الحكام ويسبوا إلى آخره ويتكلموا وهذا وفعل وغيبة وبلاوي، ده ما بتمشي لقدام الشغلة. وصور عربات ملانة صور ملانة أغاني ملانة معاصي ويسفوا في الصعود ويسجروا ودارين الله يفرج عنهم. صح، الله بيفرج عنك، لكن توب إلى الله تعالى عشان يفرج عنك. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والله الذي لا إله غيره، يا أخي تلقى بنات متبرجات لافات، أغاني شغالة، فنان بخمسين جنيه التذكرة بتاعت الدخول 50. يوم ذاك لقيت إعلان ود اللمين ب60، ومين هلالية؟ عبد الوهاب هلالية ولا منو منتظر هلالية؟ واحد فيهم جايبينه قال ب50. قال ليه ده ب10؟ حنجرته أقل ولا شو؟ ولا الشورى؟ يا ناس ده لخبة ساي. والله الذي لا إله غيره، وقول لك الغلا وتذكرة ب50، باقي لك ده غلا، غلا بتاع شنو؟ شايلين موبايلات مالينا بلاوي، كل أغلبية رموز، ساوي لها رموز تخد جوا مصايب. ويقول لك الغلا، بيع الموبايل ده، اشتري موبايل ده حق ده، اشتري لك موبايل ده ده، والباقي اشتري بيع ايش عشان تسكن، بيجيب لك كم ايش هسه؟ والله كلها لخبة يا جماعة، بلاوي في البلد دي والله. وصعود يا اخي، يا العيشة بجنيه، كيس الصعود ب4 جنيه، هسه دي حلوها كيف؟ ها؟ الكريمات بكم؟ طيب الجانب الثاني الكريمات بكم؟ كريم يا اخي، كان مره قالت لك جيب لي كريم، الشغله بتجود. نحن الحمد لله شغلتنا دي واضحه، ما دايره شغل زي ده، لكن البلاوي الثانيه والله الذي لا اله غيره. هل هسه ودنا ده منتظر زي تلساعة ولا نص ساعه في العربي؟ والله الذي لا اله غيره. جيت من البيت مشيت المسجد صليت، جيت بإيمانيات قوية، قلت أتكلم الناس إلى الليل أذكرونه وكذا بمزاج، ما شايف اختصرت الكلام، بطني طمت مرة واحدة بس في العربي، وقفت لي زي 10 ولا ربع ساعة. والله الذي لا إله غيره بلاوي. ده غير دعاة الشرك والقباب في البلد دي، غير الاختلاط، غير المصائب الثانية. الناس يا جماعة ترجع إلى الله سبحانه وتعالى عشان يفرجها عنها، والناس تشكر الله لو في مصيبة، أشكر الله. لو قال لك وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم شنو؟ لأزيدنكم، تشكر الله بزيدك، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولذلك الناس ترجع إلى الله تعالى وتعظم الله سبحانه وتعالى وتفر إليه، وبهذا يكون النجاة من هذه الأزمات. تدعو الله تعالى، أدعو الله يفرج عنهم، أدعو الله، الله يفرج عن العباد. ناس خشوا في أزمات أكبر من دي، خلي بنزين، قول أسي البنزين يقف مرة واحدة، بيركبوا حصين ثاني في شنو؟ حصين مش قاعدة ولا كملت، أركب حصان وأبقى مارق ولا عجلة ثاني في شنو؟ في وحدات بتاعت كهرباء ذاته جابوها جديدة خش فيها ثاني في شنو؟ بس دي المشكلة. وفي ناس دخلوا غار الصخرة الرب خشت قفلت، هذه يسووا شنو؟ لا في موبايل يتصل، لا في فيسبوك يرسلوا، لا في واتساب، لا في كذي، لا في أي شيء. صخرة تعرف اللي بيحلك من الكروبات دي الله سبحانه وتعالى، ويدفروا الثلاثة ما بيعملوا أي شيء، صخرة ثقيلة مرة واحدة. إنها سألوا الله، سألوا الله، طق الصخرة زحت. شوف العظمة دي والقوة، كذي تفكر في الحديثة، خلي صفي تعبان، أسأل الله يا أخي يفتح على الناس ويفرج عنهم، والناس يتوب وترجع إلى الله سبحانه وتعالى. عربات دي ما عصبها الله كثير، ما كلهم لكن كتار منهم، يا مشغل موسيقى يا تلقاه نص الليل سايق عربيته مظللة يقفل البيت يسوقه بلاوي. ده الكل والله دي غفله، لكن في النهايه في حاجه اسمها موت. مجرد ما جاء الموت ده وشافوا الملائكه بعد ده بعرفوا الحاصل قدام والله، وفي قيامه. فالناس ترجع الى الله سبحانه وتعالى ليرفع عنا البلاء، كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر السبب بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم شنو؟ يرجعون. والله سبحانه وتعالى قال:
وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. قال بعد ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. لسه فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. مبلسون أي يائسون من رحمة الله تعالى. فالناس ما تيأس من رحمة الله، تسأل الله يفرج عن العباد والزول يا جماعة يتوب، البيت يستقيم والولد يستقيم والناس تتقي الله سبحانه وتعالى. وبهذا يعني يفرج الله عن العباد الكربات في الدنيا والآخرة، وأهم شيء العقيدة. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، كلام يطول نكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خيرا على حسن السماع. السلام عليكم ورحمة الله.